مساء الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملك والأمير. سلام الرب يكون معكم جميعا، أمين. أشكر كل اللي اشترك في القناة، وأشكر كل من تفاعل مع هذه القناة. قناة دائما تبحث عن المعلومة الحقيقية والمعلومة الصحيحة. الشيخ زايد يعطي حنانة ترك درسا غير متوقع. ميري كريسماس. غصب عن حنان ترك، الشيخ زايد تستقبل الكريسماس بهذه الطريقة. تزينت منطقة الشيخ زايد بالأنوار والأجراس استعدادا للاحتفال بالميلاد العام الميلادي الجديد 2022، وحتى تنهي سنة مليئة بالصعوبات والكثير من الأحداث الإرهابية، وتخرس ألسنة كل من يريد إنشاء فتنة. وأجواء الشيخ زايد كل من يراها يتخيل أن هذه المظاهر في الدول الأوروبية وليس مصر، حيث أن شوارع ومولات الشيخ زايد أصبحت أجواءها مختلفة وشوارعها تغيرت احتفالا بالعام الجديد قبل حلول العيد بأيام. ويتسابقون الأهالي على شراء بابا نويل وألعاب العيد والتماثيل والألعاب. وقررت مدينة الشيخ زايد أن تستقبل العام الجديد بنظرة مليئة بالأمل في غد أفضل، لتنتصر على أحزان مصر بزينة الكريسماس. الشيخ زايد عمل عظمة، أجواء كلها بهجة وفرحة. مهما كان مودك وانت داخل، الأكيد إنك تخرج مبسوط كأنك عايش من فيلم هوم ألون. بالإضافة إلى أشجار الكريسماس المعلقة عليها الألوان، وتضيء شوارع الشيخ زايد احتفالا بمرور عام 2021 واستعدادا لاستقبال 2022. الشيخ زايد بينقلك لحتة تانية خالص، وعاملة شجرة الكريسماس كأنك تتصور جواها كمان مش جنبها وبس. توقع انك في مصر اساسا من التمشية والموسيقى اللي شغالة حواليك، ده غير انك هتتصور شوية صور بروفايل بيكتشر هتختار فيهم. الصور اللي امامكم دي مش في لندن ولا باريس، دي احتفالات الكريسماس في كوكب الشيخ زايد. ميري كريسماس يا مصريين مسلمين ومسيحيين، ميري كريسماس يا مصر. غصب عن عين حنان ترك، غصب عن عين حنان ترك، غصب عن عين حنان ترك. وكره الإرهابيين، ميري كريسماس يا مصر، وكل سنة وبلادنا منورة بمحبة وطيبة أهلها. ميري كريسماس يعني ميلاد السيد المسيح، ميلاد يسوع المسيح اللي كلنا بنحبه، اللي نزل علمنا المحبة، اللي قال لنا حبوا بعضكم بعضا، اللي قال لنا انتم كل الحب. ميري كريسماس المحبة. كل سنة وانتم طيبين يا أحبائي وأعزائي، ويا رب دايما تكونوا دايما بخير، ومصر دايما في احسن حال، ومصر دايما في اقوى شيء، ومصر دايما تبقى الاولى في كل حاجة. لكن الحقيقة العيب مش في مصر، العيب فينا احنا كاشخاص، احنا اللي بنعمل كده، احنا اللي بنبادل في نفسنا. لو كل واحد يتعامل مع اخوه او مع اخته او مع اي حد ماشي في الشارع كأنه واحد من اهله، مصر دي هتكون حاجة تانية وهنتنقل لحتة تانية خالص. لكن للأسف الشديد الطمع والجشع وكل حاجة الإنسان ورثها أو كان بطبيعته أو اكتسبها من صفات شريرة، سواء كان حرامي أو سارق أو قاتل أو كل الكلام ده، بقول لك ابتدي سنة جديدة، ابتدي سنة بالحب، ابتدي سنة بالأمل. بلاش الاختطاف، بلاش موضوع نقع الترمس اللي بتقولوا عليه انكم تدمروا المسيحيين وكل الكلام ده. حقيقي ربنا يا رب يكون معاكم ودايما تكونوا بخير وسلامة وسعادة. ميري كريسماس يا مصريين مسلمين ومسيحيين، ميري كريسماس يا مصر كلها، ميري كريسماس يا رئيسنا الحبيب، ميري كريسماس يا بابا تودروس الثاني البابا بطريرك القرارات المرقسية. إلى كل أصحابي وأحبائي، إلى كل مشتركين القناة، شكرا لمحبتكم وآسف إن طولت عليكم، لكم مني كل المحبة والتوضيح.
صباح الخير أحبائي وأعزائي من قناة الملكة والأمير. أنا بتأسف إن أنا منزلتش فيديوهاتي الأيام اللي فاتت، كنت تعبان جدا جدا وبحالة سيئة صعبة، وللأسف كمان اللوجو اللي أنا كنت عامله ضرب جدا جدا. النهاردة عندنا عدة مواضيع يعني لازم نتكلم فيها، معلش صوتي جايز يكون تعبان شوية. في واحد بيقول لي هو في إنسان عاقل يصدق نظرية الثالوث المقدس، وهي إنه وروح الله الروح القدس ويسوع هما 3 أشخاص وهما شخص واحد أيضا. في إنسان عاقل يصدق إن الرب اللي خلق السماوات والأرض هو الطفل يسوع اللي كان بيأكل الطعام ويتغوط بين الحشائش ويبكي ويتألم ويصلب ويموت. فمن هو الذي يدير الكون عندما مات يسوع 3 أيام؟ وإذا كان أدار الكون نفسه فما هو حاجة ليسوع؟ الكون نفسه فما الحاجة ليسوع؟ عايز أقول لحضرتك على حاجة، أنا بديك لايك أهو، كلامك جميل وحلو ليه كل احترامه، بس عايز أقول لك إن حضرتك الشمس، قرص الشمس، القرص فوق موجود، صح ولا مش صح؟ تمام. الشعاع اللي نازل ده انت شايفه بعينيك ولا مش شايفه؟ شايفه صح. خليك معايا، قرص الشمس فوق قادر تشوفه؟ متقدرش تفتح عينك عليه. الشمس موجودة، الله الآب ماشي. الشعاع عينك شايفاه ولا مش شايفاه؟ شايفاه صح. بتقدر تمسك الشعاع؟ لا ما بقدرش امسكه، روح الله القدوس. ده اقل تفسير اقدر اشرحه لك، وشكرا على معلومتك. وشخص تاني بيقول ان دي ممثلة ناجح خليل. اشكرك على ردك الجميل يا استاذي، ورد جميل وتاخد لايك طبعا. بيقول ممثلة فعلا حتى الان اجرتها من السلفيين والاخوان، لكن ربنا يسامحها. السيد المسيح قال ايه؟ احبوا اعداءكم، باركوا لعينكم. والاستاذ خالد المحترم خميس بيقول يا رب يحميكي ويحفظك ويبارك في عمرك، اقصد حنان ترك. طبعا انت شخص مهذب ومحترم، من حقك انك تدافع على واحده من دينك وواحده اكيد من تربيتك واخلاقك العاليه. شكرا ليك يا استاذ خالد خميس، وربنا يحافظ عليك ويحميك. وادي لايك وقالت فاهم مضمون الكلام اللي انا بقوله. طبعا هنا كورولوس حنا بيقول صارت شريفه تتوقف عن الزواج. الموضوع هنتكلم فيه ده، متجوزة خمسة، متجوزة خمسة يا أستاذ كرولوس. الأستاذة نجلاء، مصر دولة مسلمة وكلام حنوان مش مقصود بسب الديانة. شكرا لكلامك الجميل وتاخدي لايك وقلب كمان. هنا أشرف توفيق، عيد ميلاد الرب، أستغفر الله العظيم الرحمن الرحيم، قل هو الله، يعني قل هو الله الأحد. ما شرحنا يا أستاذ، صدقني مفيش أي عيب إن ربنا يقدر، ده الله قادر إن يعمل كل شيء، الله قادر إن يجعل إن السيدة العذراء مريم إنها تحبل وتلد، يعني فاهم إزاي؟ يعني يا أستاذي أرجوك 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 لايك وقلب كمان. هنا شي مش عارف إيه بيقول حنان ترك واحدة ماضيها مش نظيف وحاولت تدفن ماضيها على قفا الآباط باستخدامها طريقة هاجم الآباط تكسب رد الناس وتتغطى بينا. طيب يا حنان، يا حنان شوقي بقى على الآباط هيقولوا ليكي ايه؟ هي حنان ترك مش حنان شوقي. الله يسامحك وانصلي ليك عشان ربنا يهديك، هو ده الكلام المعقول ويدور عينيكي. هكتفي بهذا الكلام الآن وشكرا ليكم، ونخش في الموضوع. المواضيع بقى النهارده مثيرة للغاية جدا جدا. هنبتدي بحاجة، الأخت حنان ترك حاولت انها تهرب من السجن. طب بص بقى، حنان ترك دي يعني واخد بالك انت دلوقتي، حنان ترك زي ما انا بقول يعني حاولت تعمل كل ما هو من بهدلة ومرمطة. ابو العز توفيق يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد حنان ترك لازدراءها للأديان المسيحية. كلام جميل جدا. قام كل من الإعلامي المحترم أبو العز توفيق والمحامية إنجي مدحت اليوم الأحد امبارح الموافق 19 ديسمبر بتقديم بلاغ للنائب العام
ضد الفنانة التي اعتزلت الفن لازدراءها الديانة المسيحية ونشرها الفتن بين أبناء الوطن الواحد، وحمل هذا البلاغ رقم 56285 لسنة 2021. وقالوا ببلاغهم إيه؟ نتقدم بالبلاغ للنائب العام ضد الممثلة المعتزلة حنان حسن محمد عبد الكريم الشهير حنان ترك بتهمة إزدراء المسيحية وتحريضها على نشر الفتن والتطرف والتعصب ضد المسيحيين، وذلك يؤدي إلى تجدير السلم العام وتهديد الأمن القومي في مصر، كما طلبوا بسرعة فتح التحقيق مع الممثلة المعتزلة حنان ترك، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها. وبسبب تصريحات تعرضت حنان ترك وتهديد الأمن القومي في مصر، وكما طلبوا بسرعة فتح التحقيق مع الممثلة المعتزلة والمبتذلة حنان ترك، وبسبب تصريحاتها تعرضت حنان ترك لهجوم قبطي شديد، وجاء تعليقاتهم كالآتي: الحقيقة حنان ترك يعني هي دايما كده تثير الجدل وحقود على أي شيء، رغم إنها كانت ليها قضية آداب قديمة مش عايزة تتصالح مع نفسها، هي فاكرانا عبيد عند أهلها. إنتي عقلك فوت، ما ينفعش الرد عليكي طالما وصلتي لقمة التشدد للغير، لكم ديني ولكم دينكم، الله المستعان من أمثالك. وآخر: المفروض إنها تتطهر من أدنسها قبل التفوه عن الكريسماس، وإذا كنت نسيت اللي جرى على اليوتيوب كله واللي جرى واللي جرى، لما تتكلمي افتكري قضية الآداب، افتكري تاريخك وماضيك الأسود وأفلامك اللي هتفضل قدامك، وبعد ما هتموتي تاريخ محفور في ذاكرة الناس، وانتي أصلا بتحتفلي أو ما تحتفليش، ده شيء ما يخصناش، انتي مش فارقة معانا بأي شيء، انتي فنانة فرزة عاشر، خليكي في جهلك. وبعدين هو مش عيد ميلاد الرب، لأن الله موجود قبل المسيح، هو الله ظاهر في الجسد في شخص المسيح، حضرتك مش فاهمة السلوس والتجديد، خليكي في نفسك وانتي اصلا بعيدة عن الاضواء ومحدش مهتم بيكي، اي تصريح يرجع ليكي اهتمام الناس. وقال اخر: طيب ما بلاش اللي تقولي الكلام ده، ولا نسيتي شبكة الاداب اللي كنت فيها خلاص وبقيتي مفتية، ده انت كل شوية تتجوزي واحد وتاخدي فلوسه وخلاص بقيتي مفتية، ولا ده كلام بس عشان تداري فيه من اللي بتعمليه؟ معالي الاستاذ المستشار النائب العام، تحية طيبة، وبعد مقدمه لسيادتكم الأستاذة إنجي مدحت مكين المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وعضو اتحاد المحامين العرب والإعلامي أبو العز توفيق، مخرج ومعد ومقدم وعضو جمعية المراسلين الأجانب بمصر، السيدة حنان حسن محمد عبد الكريم. البيان بيقول إن في البلاغ اللي احنا قدمناه، حيث انه قد صدر في الاوان الاخيرة تصريحات من المشكو في حقها على صفحات الفيسبوك تقوم فيها بالتحريض على عدم الاحتفال بأعياد الكريسماس وأعياد الميلاد، وبقولها بلاش صور مع شجرة الكريسماس، وبلاش صور أو مظاهر معمولة للاحتفال بالكريسماس، وبلاش نشتري لأولادنا لبس في حاجة بدل على الكريسماس أو بتدل على الكريسماس أو بابا نويل، بلاش الكريسماس بالذات، ليه؟ علشان احتفال الكريسماس ده عيد ميلاد الرب، يعني ضد ديننا وعقيدتنا اننا نحتفل بيها، بلاش نحتفل بيه، وما تكسفوش انكم تقولوا ان انتوا مسلمين. ونحتفل بالكريسماس ليه؟ ان الله لم يلد ولم يولد، وقالت ايات قرانيه مش هقولها تاني عشان ما حدش يقول ان انا بقول غلط. وقالت ايضا الناس اللي بتقول احنا بنحتفل بالسنه الجديده او مش في دماغنا حاجه والكلام ده، انا حبيت اوضح ان دي عقيدة ومش مسموح التساهل فيها، وإن الكفار لما كانوا بيعبدوا الأصنام هم عارفين إنها لا تنتفع ولا تضر، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلا مش عارف إيه. وحيث برضو آيات برضو قالتها، مش هقولها عشان خاطر برضو ما أقولش حاجة غلط، وحيث إنه سبق أيضا وقالت في البرنامج مع الإعلامي عمر ليس إنه لا يجب أن يكون هناك رئيس مسيحي في مصر، لأننا دولة إسلامية، وعند وجود رئيس إسلامي يبقى نقدر نحافظ على نفسنا أكتر، يعني المسيحي ده ولا ليه لازمة وإنسان غير أمين.
وحيث انهم الجميع ما سبق ان المشكو في حقه انه يحاول اكثر من مره استبداد جميع المسيحيين، وبتلك التصريحات تؤدي الى زراء الاديان وتهديد الامن القومي للمواطنين ومحاوله نشر الفتن. وربنا يصلح الحال ويصلح حالك يا مريضه نفسيا. هناك ايضا رد ساخر من واحد من بشوي مجدي على واحد لا اعرفه ولا اسمع عنه من قبل، سؤال احمد سبيع: هل المسيحيين رائحة عافنة من السر؟ مش عارف ليه المسيحي رائحة عافنة. ظهر الشيخ أحمد سبيع في أحد فيديوهاته وقال إن المسيحيين لهم رائحة وحشة، وما السر بذلك؟ ورد عليه الشاب بشوي مجدي من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بكل سخرية قائلا: أنا اسمي بشوي مجدي، 26 سنة من القاهرة، النهاردة عايز أعترف لكم على سرين في حياتي في منتهى الخطورة. أنا نصراني، أنا إحنا مش نصارى أولا، إحنا مسيحيين، اتولدت من عائلة نصرانية والمعروف عنهم ريحتهم المعفنة. وده من سنتين تحديدا اتفرجت على فيديو للشيخ أحمد صبيع فق الله أسره، كان بعنوان: هل المسيحيين رائحة عافنة وما السر بذلك؟ أنا جالي حالة شقلب زي أي مسيحي ممكن يكتشف إنه كان عايش في دلال. كان بقالي وقتها حوالي 3 سنين ما استحمتش، لكني قررت يومها أخرج عن ملة آبائي وأخش أخد دش. بقيت بستحمى مرتين في اليوم في الصيف ومرة في اليوم في الشتاء. مش بس كده، بقيت بستخدم مش عارف ايه ديزمارت كمان. اهلي وقتها عنفوني كتير وودوني الكنيسة، بقى القسيس يلسعني بالشمعة في ودني وقال لي مفيش حموم، يعني مفيش حموم، بس انا ما سلمتش نفسي واستسلمت وقربت منهم بعدها بشهر. واختتم: طبعا انا مصور ايدي عليها الصليب اهو كإثبات، واللي مش مصدقني أو هيشكك كلامي من إخواتنا النصارى ويقول أنت بتكذب، الصورة متفبركة ومصور ليفة ظهر مش ليفة حموم عادية. هقول له ده السر التاني، هو إني بستحمى بليفة طبية عشان بشرتي حساسة، واتكسبت أصورها عشان محدش يقول عليا توتو بدل ليفة إيه مش عارف إيه حصنة اللي كل الشعب بيستحمى بيها دي. كلام هايف من شخص عبيط لشخص عبيط، وكله يعني هبل فهبل، وربنا يعني اقول ايه بس يسامح ده ولا ده. حي بقى المراحل، النهارده بقى مراحل عدة: اختطاف والدة سارة ايوب وتفاصيل اختفائها، ورسالة مؤثرة من والدتها اللي بتموت لرؤيتها. بتقول ايه بقى في مداخلة تليفونية مع الأستاذ أيوب توفيق والد سارة أيوب توفيق، حيث بيوضح تفاصيل اختفائها ويوضح إن في اليوم ده صحيت سارة من النوم الساعة 6 الصبح 6:30، وخرجت من البيت الساعة 7 إلا تلت، وكانت رايحة إلى الكنيسة ولكن لم تذهب إلى الكنيسة. أشار الأستاذ أيوب إن سارة يعني استكملت التعليم إلى الصف السادس الإعدادي ولم تكمل تعليمها، وسارة في 21 سنة من عمرها وهي من مركز أبو تشت محافظة إنا. وأوضح الأستاذ أيوب توفيق والد سارة إنه حاول السؤال عنها عن أصدقائها وقربها ولكن دون جدوى، وقرر انه يعمل محضر بتغيبها. واضح ان الاستاذ ايوب توفيق ان ساره ابنته كانت متغيبه من يوم 12 من شهر ديسمبر الجاري، وارسل الاستاذ ايوب استغاثه الى رئيس الجمهوريه لعوده ابنته ساره. وفي سياق متصل تحدثنا الى والدة ساره توفيق ايوب، وكانت في حزن شديد واسى، واوضحت اننا هنموت كلنا، ولم تاكل ولم نشرب ولا نخرج من البيت، والموت لحين عوده ساره ابنتي. وتوضح والدة سارة إن كان فرحها يوم الخميس 15 من شهر يناير وهي مخطوبة، وتم تحضير العزاء الخاص بها وتحضير الجهاز وكذلك العريس جهاز كل متطلبات الجواز. وتوضح والدة سارة إنها تحب خطيبها وهو أيضا يحبها كثيرا. وأشارت والدة سارة إن الموضوع اختفائها جه فجأة، حيث لم تذهب هي ذا اليوم إلى الكنيسة، وانتظرت والدتها للساعة 10 بعد صباح الكنيسة بعد خروج الكنيسة، ولكن لم يرى أحد في ذلك اليوم. وكانت والدة سارة وسارة يجهزون لحجز فستان الفرح، وتوجه والدة سارة رسالة لها عبر الموقع أن ترجع إليها وتطمئن عليها لأنها ستموت من غيرها وتريد أن تراها. وأرسلت والدة سارة استغاثة رئيس الجمهورية بعودة ابنتها. الحقيقة عايز أقول ربنا يسامحني، أنا مش بقول حاجة على كل إخواتي المسيحيين ولا بقلل منهم، بس بعد كده هنلاقي كمان يومين عودة سارة وفرحة عودة سارة، ولكن مش هيتقال بعد كده سارة فين. ودي من الأسباب اللي خلت الناس بقت حاجة تستغيث وحاجة تضايق جدا جدا. بالصور أيضا أنباء عن عودة الفتاة أهو، نفس موضوع جديد تاني أهو، عودة بالصور أهو أنباء مفرحة عن عودة
عن عودة البدالة المختلطة بجوزفين سعيد بعد الاستغاثة. طب كانت فين؟ كانت فين؟ ولا هتلاقي حد قال حاجة. أكد الأستاذ جرجس أوتس الصحفي منذ ساعتين من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي عودة البدالة القبطية المختفية جوزفين سعيد قائلا: نشكر ربنا جوزفين سعيد رجعت بالبيت بالسلامة. طب كانت فين؟ راحت فين؟ ولا حد يقول أي حاجة. جدير بالذكر أنه بعد خطاب البدالة جوزفين سعيد بسط استغاثة شقيقة أمينة سعيد: أهلا وسهلا بيك. من خلال صفحته رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي: ما هو فاضل كل من هب ودب خطة فصلي والنائب العام وزير الداخلية. استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي وللنائب العام. وأضاف الطالبة جوزفين سعيد بسط مخطوفة والخاطب بينزل كلام وصور بحسابات وهمية وتم إبلاغ الشرطة إلى المسؤولين وعمل محضر تغيب وبرجاء من يعثروا عليها ولكن الحمد لله. وكانت تاني هدية للكريسماس هي سارة أيوب توفيق أيوب وهي من تبلغ من العمر 21 عام وتم اختفائها من يوم الأحد 12/12 يعني ما كملتش حتى 8 أيام الساعة 7 صباحا والأثناء ذهاب إلى الكنيسة برضه قبل حفل ذهابها 20 يوما على خطيبها التي تحبه كثيرا. وتقيم سارة أيوب محافظة مائلة بمركز أبو تشت. وده الموضوع اللي احنا اتكلمنا عليه وعندما صرت أنها لم تعد نشدت المسؤولين سرعة البحث عنها. نشكر ربنا جسمين سعيد رجع تاني الحمد لله وعقبال الباقي يعني نشكر ربنا. هنا برضو بيقول هنا: احنا بنموت يا ريس شقيقة سارة أيوب المختفية قبل فرحها. يعني الحقيقة الصورة كانت موجعة وهنشوفها دلوقتي. استغاثت شقيقة الفتاة القبطية المختفية سارة أيوب توفيق السيد الرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أبونا الروحي قائلا: إن إحنا بنموت يا ريس أختي سارة كليل فرحها بعد 20 يوم واتخطفت الحد اللي فات أثناء ذهابها للكنيسة ورحنا أمن الدولة ووصلنا هناك قالوا ما نعرفش عنها حاجة. أمن الدولة إيه علاقته بالخطف؟ مش عارف أنا بس فقربتكم أنتوا إلى ترجعوا ربنا وحده يعلم حنا عامل قد إيه إزاي وإيه. وجدير بالذكر إن سارة أيوب توفيق دي قلنا بتبلغ من العمر 21 سنة. وأضافت: وأصبحت ظاهرة الاختفاء المسيحيات كتير 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 اللي هو نع الترمس كبيرة جدا فلا يمر يومان دون الإبلاغ عن اختفاء فتاة أو سيدة قبطية أو شاب قبطي في ظروف غامضة. ورغم تحرير محاضر رسمية باختفائهم إلا أن الأمر أصبح روتيني وهذا الأمر يحتاج إلى وقفة ودراسة لتحديد أسباب تزايد الاختفاء خلال الفترة الأخيرة خصوصا أنه بيتم الوصول إلى بعضهم والكثير منهم ما زال مسيرهن مجهول. ربنا يشيل عن الكل يا رب وإن شاء الله ربنا يعمل الصالح وربنا يشفي كل المرضى وكل مرضانا. شكرا لكم أحبائي وأعزائي ولكم مني كل الحب والتقدير وسلام الرب يكون معكم آمين.